بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نشوفو لا بوكل أو لا صنف الثالث من لي بوكل اللي غادي نشوفو، اللي هو دو وال. شفنا لا بوكل فور وقلنا أن لا تنستخدموها في الحالة إلى بغيت، إلا كنت عارف لا فالور دو ديبار إلى فالور فينال. وقلنا كذلك كاينة لا بوكل طونكو أو لا بوكل وال، وكنستخدموها في الحالة إلا كنا بغينا نعاودو واحد بلوك دانسكريبسيون دونك واحد الكونديسيون فغي. طيب دابا غنشوف هاد البوكل دوال. هاد البوكل دوال هي بحال ويل تماما. فين كاين فيه واحد الفرق؟ كاين اختلاف بسيط. هنا لاحظنا ان وقعنا واحد البروبليم في الدرس اللي فات، هو انني البروغرام ما كيدخلش البوكل اول مره، حتى دار داك لاستيس او لاد انيسيال زيت اي بال فالور ديفيرون دو زيرو، اللي ولا كيدخل البروغرام لا سميتو، اللي ولا البروغرام كيدخل البروغرام ولا كيدخل لا بوكل اول مره. اذا بالنسبه لهاد الدوال هي جات باش تيفيتي هاد البروبليم. هاد البوكل دوال نفس البرانسيب نتاع وال، الا انها زايدة عليها بحاجه وحده، هي ان الكود او لا الكونتوني ديال البوكل كيتعاود المره الاولى دائما كيتكرر. المره الاولى دائما كيدخل البوكل اللي كي كونديسيون. هنا اللي انتبهتو علاش ما دخلش البوكل، حيت قبل ما ايكزيكوتي الكونتوني نتاع البوكل كي فيريفي لا كونديسيون. الا كانت لا كونديسيون فري اللي كيدخل تمايا، الا كانت لا كونديسيون فري اللي كيدخل سينو ما كيدخلش. طيب بينما في الحاله نتاع هاد الكونديسيون دو وين تا كيدخل البوكل وكي اكزيكوتي الكونتوني تاع البوكل مره واحده اللي كيدوز للتيست. انا الفرق بيناتهم هذا هو الفرق اللي كاين. لا بوكل وايل كي تيستي او لا كيشوف الكونديسيون تاع دي تيستيا هي الاولى اللي كيدخل البوكل، اللي كيدخل البوكل الا كانت بغي كيدخل سانو لا. بينما دوال لا كيدخل البوكل وكي اكزيكوتي الكونتوني تاع البوكل هو الاول عاده باش كيشوف الكونديسيون. دو دير وان اللي تيستي وان اللي وان اللي تيستي دير هاد الكود هذا ماذا ماشي صحيح، بما ان هذيك لا طون وان صحيح دير، ما صحيحش ما دير صافي. اذا تيبان الفكره هذه والفرق غادي يكون بان نديرو نفس البروغرام اللي قالتينا باش تبان لكم الفرق بين وان ودو وان. ندير انت مثلا إيه. ثم غادي نستخدم البوكل دوال. دوال السانتاكس نتاع هاد الشكل هذا كندير دو ثم هنا بلوك دانسكريبسيون ثم كندير وال ثم هنا لا كونديسيون بهذا الشكل. دو دير هاد البلوك دانسكريبسيون عاده باش تيستي، الا كانت فغي عاود جي دير هادشي، كانت فولس سير خرج فيها بارك عليك دوز بارتي اخرى. طيب اذا دو بهذا الشكل هذا وال. طيب اذا اش بيدير؟ اول حاجه غادي افيشي يقول لوتيليزاتور دوني ان نوم سي اوت دوني او لا دوني دو نوم. درنا ديك المره زيرو، هاد المره ندير زيد زيد ثم سي ان اي بهاد الشكل هذا. لا كونديسيون اش غادي يكون فيها؟ نفس الشيء، إلا كانت إن ديفيرون دو 999 كرر، إذا غادي يبقى هادشي تيتكرر طونك إي ديفيرون دو 999. وفي الأخر غادي نأفيشي ميساج في الأخر مثلا اللي هو مثلا نفترض مثلا ف جي بروغرام بهذا الشكل. طيب إذا ندير واحد التيست، إذا لو هنا ديفيرونت اجوتات لي سان باش كان فما نعاود اكتواليز الكومبيل بروغرام. طيب دابا دوني عمر 99 معناتها صفر والو واحد جوج واحد، بقات نعاود هاد البروغرام والو، ولكن عطي 99 فان جو بروغرام. اذا هنا ما بقيتش انا لقيت داك البروبليم ديال واش نضمن يدخل البوكل اول مره، لا سولمون كيدخل اوتوماتيك بكل بساطه.
اذا هذه الفكره نتاعت لا بوكل دو واي، كنقول ليه دو دير هذا الشيء اللي كيفصل البوكل و هو حيت هذا تماما كي ريسبكتي ولا كي ياكد لينا داك الشيء اللي ديجا كنا شفنا من قبل تاع لا بروغراماسيون ستريكتوري. قلنا ان الطريقه نتاع الكومبيلاسيون كانت دو سيكونسيل لين بار لين، تي دو ستاتي دو ستاتي اكزيكوتي هاد لين وي اكزيكوتي هاد لين عاد باش كيلقى لا كونديسيون سي فري كيعاود يرجع السنه كيكمل لا بارتي. الى هنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.